على كابتن في ظروف غريبة شوية. هو صديق لجوز أختي مدام سامية البحيري، وهو صديقه طبعا كابتن علاء مدكور، محلل كروي في تلفزيون دبي. فكان في والد الكابتن الله يرحمه توفى، فبالصدفة أختي وجوزها جايين البيت عندنا وإحنا رايحين مشوار مصر الجديدة، فقالوا لي تعالي عشان هنروح إيه، عايز الكابتن مشير. فقلت لهم طيب بس مش معقولة يعني مناسبة زي دي أروح ومش قلت لهم خلاص هاجي معاكم. المهم رحت عزيت وكده، فحصل بقى اللي حصل بعد كده. اتقابلنا في عزا والده، بس بعد كده بقى حصل التوافق، وجوز أختي بلغني يعني إن الكابتن مغرم. والحمد لله صار الجواز وعشرة العمر. والله الكابتن إنسان غاية في التواضع، عمر ما حسس اللي في البيت ولا في أي حد حواليه إنه هو نجم أو حاجة مختلفة عن الناس العادية. يعني تعامل معاه بمنتهى البساطة، وإنسان مريح جدا جدا يعني بصراحة. والله هقول لك على حاجة، أنا أصلا ما كنتش أعرف حاجة عن الكرة خالص، فطبعا عشرة العمر دي كلها أخيرا خدت الأيزو يعني من الكابتن إن أنا أصلح لمحللة كروية. لأن أي ماتش أنا بقعد أتفرج معاه بص ألاقي طبعا من عشر القوم 40 يوم فصار منهم. فانا لما بقعد مع الكابتن اتفرج على اي ماتش بقول يعني وجهه نظري في اللعيب فلان في الخطه كذا. هو من النوع المدربين اللي صامت خالص في التدريب في اي ماتش، حتى لو ماتش قوي جدا ومنافسه تبص تلاقيه قاعد ساكت ما بيتكلمش ما بيقومش حتى من مكانه. انما بقى ماتش للنادي الاهلي وفي البيت ما عندكيش فكره. فانا اول ما يجي ماتش للنادي الاهلي اقول له معلش مش هقعد، ولا تسكت، ها اختار لك حاجه، يقول لي هسكت. طبعا ما فيش 10 دقايق بص تلاقي خلاص الدنيا اتقلبت، راح واخده بعضي ومنسحبه من السكات، مش بستحمل بقى الثوره دي. والله عايزه اقول له ان انت خير رفيق لدرب حياتنا، وانا فخوره بيه جدا جدا، وبعتز ان ربنا رزقني بشخصيه كريمه وانسان خلوق وإنسان محترم، وكفاية حب الناس كلها لي. وأنا ببقى فخورة جدا جدا لما بسمع الناس كلها لعيبة ومدربين وكل الناس اللي اشتغلوا معاه في المجال، فعلا بقول هي ده يعني حصاد السنين. فربنا يخليه ويكرمه ويديله الصحة والعمر لينا جميعا يا رب. والمجال الكورة هتقول إيه للست اللي شافت معاك الويل؟ دي فعلا شافت معايا الويد بطله. تقول لها ايه بقى وانت باصص للكاميرا كده؟ هقول لها ربنا يخليكي ليا وانت شلت كتير جدا جدا جدا، غالبا في عملي دائما مسافر، وانت اللي تحملت الصعاب كلها مع الشباب اللي هم الرجال حاليا، ووفقتي في تكمله المسيره بان هم طلعوا على خلق وكلهم كملوا تعليمهم رغم ان كانوا معذبينك ايام الدروس الخصوصيه وهم صغيرين. حملت الاسيه معاكم. حملت الاسيه فعلا، وهي الحقيقه كلنا بندين ليها بالفخر وبنقول لها ربنا يخليكي لينا ويديكي. اللهم امين يا رب، اللهم امين. طب